السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، تحية من الله مباركة طيبة، وما زال اللقاء موصولا معكم ومع حلقات الأبرار. وفي ضيافتنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم بارك الله فيك. ما زلنا مع الأبرار، و عالم جليل، تابعي جليل من الأئمة القدوة، اسمه محمد ابن المنكدر عليه من الله الرحمة والرضوان. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن هذا الإمام العالم الذي ربما يعني نحن لا نعلمه وكثير من المشاهدين لا يعلمونه، فلو تضفي علينا عن نشأته ومبدئه، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مع ذكر الصالحين تطيب المجالس، لأن هؤلاء القدوة الثلة الذين جعلهم الله تعالى لهذه الأمة أئمة، نستفيد بسيرتهم وأخلاقهم وحبهم للعلم وشغفهم بطاعة الله تبارك وتعالى، حتى لا تكاد ترى في حياتهم فراغا، وإنما الأوقات كلها عامرة بذكر الله وطاعته، ما بين علم وتعليم وصلاة وذكر وتلاوة ونصيحة وإغاثة ملهوف وإحسان وبر، فترى حياة عامرة طيبة هي ترجمة عملية لهذه الشريعة. لذلك عندما نأتي على ذكرهم نحمد الله تبارك وتعالى أنه جعل هؤلاء الأئمة لهذه الأمة فخرا وتاجا على رؤوسها. محمد بن المنكدر رحمه الله التيمي القرشي المدني هو من كبار التابعين، وتعلم على يد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الأئمة الكبار مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وسمع من سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما أيضا تعلم على يد بعض كبار التابعين، وروى عنه كبار أئمة الحديث، روى عنه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه، الكتب الستة كلهم روى، يعني أصحاب الصحاح الستة رووا عن محمد بن المنكدر، لأنه كان ثقة. وكلمة ثقة عند علماء الحديث تعني أنه غير متهم في دينه، وأنه عندما يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن القلب إلى أنه سمع من شيوخه هذا الحديث، الذين سمعوه أيضا من الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه السلام، فده يعني صحة الحديث بصحة رجال السند. طبعا الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله كان شغوفا بطلب العلم، ومن حب الناس له كانوا يمدحونه ويثنون عليه، لدرجة مرة قال لأبي حازم الأعرج رحمه الله: يلقاني بعض الناس فيثنون علي بالخير وأنا لا أعرفهم. الإنسان الصالح إذا استقام ذكره الطيب يفوح في كل مكان، الناس يسمعون به وهو لا يعرف جميع الناس. فقال له أبو حازم رحمه الله: عندما تسمع هذا فإن هذا ليس من قبلك، ولكن اشكر الله تبارك وتعالى فهذا من قبل الله، فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملأ الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. كلمة القبول هذه تعني أن قلوب الصالحين تحبه. المؤمن مع استقامته يلبسه الله تعالى ثوبان: ثوب الهيبة وثوب المحبة. من رآه أول مرة هابه، ومن عاشره أحبه. وهذا من الله، لا يستطيع الإنسان أن يملك قلوب الناس. يعني يمكن أن يعطي الناس أموال فالناس يحبونه للعطاء، إذا انقطع العطاء انقطعت المحبة. أما أن تكون محبة القلوب بغير علة أرضية، بغير سبب، بغير غاية ولا مصلحة، هذا لا يكون إلا من رب القلوب، لأنه لا سلطان على القلوب إلا من رب القلوب سبحانه. كان محمد بن المنكدر رحمه الله إذا قام بالليل يستغرق في الدعاء والتفكر،
لدرجة أنه يقول ينقضي الليل ويأتي الصبح وما قضيت إربي بعد من الليل، كأنه يعني حزن على فوات الليل. نعم، من شدة شوقه واستغراقه بين يدي الله تبارك وتعالى، كأنه استعجل طلوع الفجر، كان يريد لليل أن يطول حتى تطول المناجاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نحن نتمنى طوله للنوم، هو يتمنى لل... نعم. طبعا هؤلاء كانت لهم همم غير همم الناس، وهذا هو الذي رفعهم ورفع ذكرهم وشأنهم. الله سبحانه وتعالى يعني يصطفي من يرى في قلبه هذا الطلب وهذه الرغبة، لأن القضية تبدأ من العبد. إذا هو يريد ويدعو الله تبارك وتعالى وينوي، فالله يمده بعونه، والله تعالى ييسر له أسباب الطاعة. الذي يريد المسجد، الذي يريد العلم، الذي يريد الدعوة والنصيحة، انظر إلى إرادة العبد، فالله تعالى ينظر إلى قلبه. إذا وجد فيه صحة النية وصدق العزيمة، الله يفتح له الباب. فالفضل من الله ابتداء وامتدادا وانتهاء، كل الفضل لربنا. وهذا طبعا يقر به أهل الجنة عندما يضعون أقدامهم فيها، فيقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بارك الله فيكم شيخ. لو حضرتك تعطينا يعني إشارة إلى مبدأ هذا التبعي الجليل، كيف أتى إلى الوجود، وكيف يعني علاقة عائشة رضي الله عنها بما سخرته من مال لأبيه، فأتى ببركة هذا المال المبارك من عائشة رضي الله عنها، ف يعني الولد الصالح وهذا العالم الجليل يعني كأنه بركة مال مبارك من عائشة رضي الله عنها أعطته لأبيه، فاشترى جارية فكان منه هذا محمد بن المنكدر، يعني كأنه مال طيب اشترى امرأة طيبة فأنجب ولدا طيب. يعني ما يعطينا أن المال الصالح والله عز وجل يبارك فيه فيخرج نفعا وصلاحا للأمة فيما بعد. أحسنت. الكسب الطيب من أكبر أسباب علو الهمة، حتى نقول بعض الناس إذا وجد فتورا في العبادة أو وجد ضعفا في الهمة، معنى ذلك أن في كسبه حراما أو شبهة. إذا وجد عقوقا في الولد وعصيانا في الزوجة، ألا فليعلم أيضا أنه قد أطعمهم حراما أو مالا فيه شبهة. أما المال الصافي الحلال الطيب الكسب الطيب، هذا المال كله نفع وبركة، وتظهر علاماته على الذرية وعلى الأولاد وعلى الأهل وعلى كل من ينفق عليهم في سبيل الله تبارك وتعالى. منها ما تفضلت به أن عائشة عندما أعطت هذا المال لمحمد لوالد محمد بن المنكدر رحمه الله، فاشترى هذه الجارية، وكانت هذه النطفة الطيبة المباركة. طبعا الأجر موصول لعائشة رضي الله عنها، لأن الإنسان لا يحرم من الخير، ولعل هذه من الصدقة الجارية الخفية. لماذا؟ لأنه أنجب هذا العالم الإمام الذي تقتدي به الأمة وتنتفع بعلمه، وعلمه إلى الآن مسطور في الكتب وينتفع به خلق كثير، فهذا من الصدقة الجارية النافعة. لكن من كان سببا فيها في البداية في الأصل؟ عائشة رضي الله عنها. ونحن نعلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدا صالح يدعو له. كم من هؤلاء التابعين والأئمة الكبار في قبورهم لكن حسناتهم جارية وأعمالهم والحمد لله ولود، لأن الخير ولود ودود طيب، فهم في قبورهم وتأتيهم الأجور. وهذا من بركة العلم النافع، أنه يمتد لا يموت مع صاحبه. العلم غير النافع يموت مع صاحبه، لا تتنقله الأجيال ولا ينتفع به أحد. أما العلم النافع الذي ابتغي به وجه الله فتراه ممتد عبر الأجيال والقرون. وأنا يحضرني هنا موقف للإمام مالك رحمه الله لما كتب الموطأ، فبعض العلماء في زمنه غاروا منه فبدأوا يكتبون موطآت، فقالوا للإمام مالك إن بعض العلماء بدأوا يكتبون موطآت، فقال لهم لتعلمن غدا ما الذي أريد به وجه الله. ما كان الله بقي. الله أكبر. فالآن إذا ذكر كلمة الموطأ أصبح علم مالك. على موطأ مالك، وهو الذي استنسخه طلاب العلم.
وحفظوه عن ظهر قلبك، الإمام الشافعي حفظ الموطأ عن ظهر قلب في أيام معدودة، ثم طار هذا الكتاب في الآفاق حتى أصبح الآن في معظم بلاد الدنيا يعرفون الموطأ ويتعلمونه وله شروح كثيرة. طيب هذا العلم المبارك الآن نحن نستفيد به، طب بقية الموطئات ما أحد يسمع بها ولا بأصحابها، وصدقت بالضبط يعني مقولة الإمام مالك رحمه الله: لتعلمن غدا ما الذي أريد به وجه الله. فنحن نتعلم من هذا كما تفضلت أن بداية النشأة إذا كانت صالحة والإنسان تحرى كسب ماله من الحلال الطيب، فهذا الحلال بركته في حياته، يراها في أولاده، يراها في عمره، يراها في زوجته، يراها في كل نعمة أعطاها الله تبارك وتعالى إياه، لأن الحلال بركته العون على طاعة الله، يفتح له أبواب العمل ثم أبواب القبول بإذن الله. يعني هذا يعني أن الإنسان إذا أراد نتاجا حسنا يعني يفرغ الهم للكسب الحسن، الكسب الطيب، نعم، هذا شغله الأول، وبعد الله عز وجل يفتح له في ذريته ويبارك فيهم. أحسنت. وأيضا ترى من سيرة هذا الإمام محمد بن المنكدر، يعني مثلا إذا كان يقوم الليل قال كلمة عجيبة، قال: كم من عين ساهرة الآن في رزقي. انظر إلى هذا الفهم العجيب، يعني من أين أتاه هذا الفهم؟ يعني كم من عين حقيقة ساهرة يعني تطحن الطحين أو تخبز الخبز أو تعد الطعام، يعني هو نظر إلى ملمح عجيب، أنت في طاعة الله تبارك وتعالى، وكم من العباد سخرهم الله تعالى لك، يعني رغيف الخبز إذا نظرت كم يد عملت فيه حتى أتى إلينا هذا الرغيف. الذي ينظر إلى النعمة بهذا المنظور وبهذا الفهم يقدر النعمة ولا يحتقرها، يشكرها ويعترف بمنة الله تبارك وتعالى فيها، لأن الشكر رؤية القلب قبل ثناء اللسان. الشكر هو أن ترى النعمة من المنعم، ترى المنة من المنان، فلا تقف مع النعمة ولكن تنظر إلى من المنعم، من الذي أنعم، وطبعا هذا الشكر يؤدي إلى المزيد. الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله يعني حقيقة كان يجاهد نفسه حتى تستقيم، علمنا درسا في المجاهدة. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. بعض الناس قد يمل، يمل من المجاهدة، يمل من الطاعة، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، وكم ذكر الصبر في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تبارك وتعالى يحب من عبده هذه المجاهدة، نفسه تنازعه، يعني بالذات صيام النهار وقيام الليل، النفس تحب الأكل وتحب النوم، الأكل الكثير والنوم الكثير، وهذا مرض لها وداء يقعدها عن كثير من الفضائل، لكن الإنسان بالمجاهدة يقوم الليل وهذا ضد حب النوم وكثرة النوم، ويصوم النهار وهذا ضد شهوة الطعام وشهوة الأكل، فهو يربي هذه النفس بالمجاهدة حتى تتزكى، حتى تتطهر، حتى تطمئن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شيخ الله تسمح لي بس ملحظ، حضرتك ذكرت أن جلس يكابد نفسه 40 سنة حتى استقامت نفسه، مع أنه في نفس الحين مستقيم. يقال أن آل المنكدر عباد شبابا، يعني وهم شباب، وكان يطلق عليهم لفظ العابد، هذه اللفظة لا تطلق إلا على الإنسان بعدما يعني يكبر به السن ويصير تشهد منه العبادة كثيرا، فهو في شبابه عابد ويقول كابدت العبادة 40 سنة حتى استقام، يعني كيف هذا التصور؟ ماذا كان يصنع؟ كيف كانت عبادته؟ نعم، هذا يعلمنا أن الأمر يحتاج من العبد إلى عزيمة وهمة. يعني الإنسان الملول الكسول ينقطع مع أول جولة، لكن الإنسان الذي يرى الأجر وعينه على المثوبة، إذا استحضر الإنسان الثواب والأجر والمنزلة وعظم العطاء من ربنا جل وعلا، هذا هو الذي يدفعه إلى التضحية بالمحبوب الغالي. وإلا الشهيد مثلا قبل أن يقدم على القتال، طب إذا نفسه ذهبت، أزهقت نفسه، أزهقت روحه،
طيب ما الذي سيتمتع به في طيبات الحياة؟ هو نظر إلى ما هو أعلى وأبقى وأدوم، أن الشهيد في أعلى المنازل. لولا يقين ورؤية قلبه لهذه المنزلة ما أقدم على التضحية بنفسه. كذلك الذي يجاهد نفسه لتستقيم، تنأى عن الحرام، تبغض الفحشاء والمعاصي والمنكر والفجور، لا يحب مجالس اللهو والغفلة، ولكن يحب مجالس العلماء والصالحين، يحب بيئة الطاعة، يستأنس بالمساجد، يستأنس بحلق العلم، يستأنس بمجالسة العلماء والصالحين. النفس حتى تألف هذه البيئة وتألف هذا المناخ وهذا الجو الذي تعيش فيه طاهرة طيبة نقية، لأن الجوارح تؤثر على القلوب. قلوبنا تتأثر بما نراه بعيوننا وما نسمعه بآذاننا وما نتكلم به أو نفكر فيه. هذه كلها مصبات تصب إلى القلب. فإذا حفظ الإنسان هذه المنافذ التي ينفذ منها ما نراه في حياتنا إلى قلوبنا، فمما لا شك في القلب لن تسقط فيه نجاسة تعكره أو تنجسه، وإنما سيلقى فيه كل ما هو طاهر طيب. يعني مثلا محمد بن المنكدر رحمه الله كان إذا دعا الله عز وجل أو إذا ذكر بآيات الله وسمع القرآن، يقولون من كانوا حوله كان يبكي تأثرا بالبكاء وتأثرا بسماع القرآن، ويمسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول إني قد علمت أن النار لا تمس عين بكت من خشية الله ولا تمس وجه بكى من خشية الله. الدموع من خشية الله، يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ترى القلب لا يمكن أن يرق إلا إذا تزكى بالمجاهدة. أما القلوب القاسية بالمادة، بحب المال، الحديث كله عن الكسب والخسارة، فلان كسب كذا، فلان فاز بكذا، فلان ربح كذا، هذا الحديث يميت القلب. يجب أن يكون مثل الملح للطعام. أما أن يكون حديث الناس كله عن الأسعار، عن الطعام، عن الشراب، عن متطلبات الحياة، طيب أين أخرانا ونحن عابري سبيل؟ نحن غرباء في هذه الدار. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعيش في الدنيا 50، 60، 70 سنة، هناك بعض الناس في قبورهم بقالهم 5000 و7000 سنة، ولا ندري متى تقوم الساعة، كم سيمكس الناس في قبورهم من سنوات. إذن رحلة الحياة هي كالبرق الخاطف. العاقل من ينتهز الفرصة ليأخذ منها الزاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طبعا يعني بمناسبة عفوا البكاء، أذكر حدث مرة، موقف في بيته، في بيت محمد بن المنكدر، أنه مر على آية من آيات الله فبكى بكاء شديدا حتى تحير فيه أهله ما شدة هذا البكاء، فيكلموه ولا يرد عليهم، فخافوا عليه، فبعثوا إلى أبو حازم الأعرج رحمه الله، وهذا أيضا كان من كبار التابعين، فقالوا له إن محمد بن المنكدر يبكي ولا يكف عن البكاء ولا يرد علينا، عندما نكلمه لا يرد علينا، فتعال حتى تنظر ماذا أصابه. فلما جاء أبو حازم تكلم معه: ما الذي يبكيك؟ قال: يا أبا حازم، مررت على آية في كتاب الله تعالى، وهي قوله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم هذه الآية زلزلت قلوب الصالحين وأبكت عيونهم، وقال: إنني لا أدري ما يفعل بي. فبكى أبو حازم لبكاء محمد بن المنكدر. فقال أهل بيت محمد بن المنكدر: جئنا بأبي حازم حتى يصلحه، فأفسده علينا، والاثنين أخذ في البكاء. فلما خرج أبو حازم قالوا له: ما الذي يبكيك وما الذي يبكي؟ فأخبرهم أنه مر على هذه الآية. أنا أسأل: هل نحن يوما ما مررنا على آية فأبكتنا، أو ظللنا نرددها طيلة الليل كما فعل النبي عليه السلام عندما مر على قول الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم، عندما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم، رب اجعل هذا بلدا
آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال فمن كفر فأمتعه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبكى ويردد الآيات ويبكي. هل إحنا مررنا مرة بآية في حياتنا كلها؟ يعني واحد الآن بقاله 40، 30، 50، 60 سنة، هل في حياته مر بهذه اللحظة ليتذوق حلاوتها؟ حلاوة الرقة، رقة القلب عند المرور بآية تستوقفه فيبكي عندها. ألا نعلم أن عائشة رضي الله عنها أيضا آية أخذت ترددها طيلة الليل ما تتجاوزها، تقول تردد قول الله تعالى إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين. انظر إلى هذه الآية، عندما مرت عليها تتذكر وتستحضر بها موقف يوم القيامة عندما يحشر الناس حفاة عراة لا يملكون مالا ولا أصحابا ولا عشيرة ولا أحد. هذا يعلمنا أن نتعامل معاملة جديدة مع القرآن الكريم، لا يكون هم الواحد منا نهاية الصورة أو أن ينتهي من الورد أو الجزء، لكن مرة استمتع وتلذذ وتفكر وقف عند الآيات كما وقف هؤلاء الكرام. هذه لا شك تحتاج إلى معاناة ودربة وممارسة كما فعل محمد المنكدر عليه رحمة الله. شيخ، لو ننتقل إلى هذا العالم، كما أنه عابد ورأس العباد، كذلك قد كان رأسا من رؤوس العلم في زمانه ورؤوس الفقه والتدريس والتعليم، فلو تعطينا لمحة عن حياته العلمية. نعم، محمد بن المنكدر رحمه الله لطول صحبته مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم فعاش في هذا الجو العلمي الرائع، فتعلم منهم، طبعا حفظ القرآن الكريم وتعلم منهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان راوية للحديث، والدليل أن أصحاب الصحاح الستة كلهم رووا عنه. وحقيقة هو ربط بين العلم وبين العمل، يعني العالم حقيقة هو العامل بعلمه، وترى هذا ينضح في وجهه، يعني العالم الصادق الناس يروا في وجهه الصدق قبل أن يتكلم. وهذا ما قاله ابن الماجشون، هذا من علماء المالكية، قال يعني كنت إذا نظرت إلى وجه محمد بن المنكدر انتفعت برؤية وجهه أياما. الإمام مالك نفسه رحمه الله قال إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد ابن المنكدر فنفعني الله تعالى بذلك أياما. مجرد رؤية وجوه الصالحين كانت ترفع الصدور، الهمم وتشرح الصدور. وهذا يذكرنا بقول الحسن البصري رحمه الله لما سئل ما بال المتهجدين من أجمل الناس وجوها بالنهار، قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. هذا نور العالم، بهاء العالم. ترى العالم العامل بعلمه المستقيم الصالح، الناس يتأثرون بهيئته وسلوكه وأخلاقه قبل كلامه. لذلك حقيقة العلماء أفنوا أعمارهم في طلب العلم، كانوا كثير الأسفار يتحركون من بلد إلى بلد وينظرون إلى صاحب العلم فيسافرون إليه ويكابدون مشقة الأسفار وبعد عن الأهل والأوطان، لأن العلم لا يؤخذ براحة الأبدان ولكن يؤخذ بالمجاهدة والسفر والتعب وأيضا الإنفاق. ما أعطاهم الله تعالى من رزق كانوا ينفقون حتى يتعلموا، ولذلك روى عنه كثير من التابعين أيضا، وكان له تلامذة أخذوا عنه هذا العلم فرووه من بعده رحمه الله. رحمه الله رحمة واسعة. لا شك أن هذا العالم الجليل يعني قد خلف لنا من مأثور كلامه حكما لو جعلناها نبراسا لنا في حياتنا لسعدنا، فلو تسمعنا من هذه النتف وهذه الحكم بعضا من أخواله. نعم، محمد بن منكدر رحمه الله قال كلمة طيبة جدا في العامل بعلمه، قال إن الله تعالى يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده وفي دويرته، يعني في الحي الذي هو فيه وفي الدويرات القريبة من دويرته. طب لماذا؟ قال لا يزالون في حفظ الله تبارك وتعالى ما دام باقيا فيهم. وهذا يذكرنا بقول الله جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم يقل صالحون. ترى أن هذا الفهم العجيب الدقيق يرينا أن الإنسان لا يمكن
أن يكون صالحا إلا إذا كان عاملا بعلمه. يعني مرة في داخل بيتي له أخ اسمه عمر، قال: كنت أنا وأخي عمر في البيت، فبات عمر قائما يعني يصلي، وبت أغمز رجل أمي، يعني كان يعملها زي مساج هكذا أو يدلك رجل أمي، ويضع خده على الأرض ويقول لأمه: ضعي قدمك على خدي. فيقول: ما كنت أظن أن ما فعلته بأقل مما كان فيه أخي عمر. يعني هذه عبادة وهذه عبادة، لكن هذه الصورة الرائعة من البر تعلمنا أنه لا يمكن أن يكون الإمام قدوة لغيره إلا إذا كان هو في نفسه قدوة عاملا بعلمه. وهذا ينضح في أقرب الناس إليه، يعني أقرب الناس إلى الإنسان أبويه، أولى الناس بالبر، كذلك الأم عندما وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في رجل جاء يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذه الترجمة العملية، بر الأم داخل البيت. أهل البيت إن لم يروا من العالم هذه القدوة كيف يتأثرون؟ هو يتكلم مع الناس ويعظ الناس ويسافر هنا وهنا، لكن يحمل الماء إلى الظمأ حتى لا يموت بالغفلة. طيب أقرب الناس إلى هذا الماء هم أهل بيته، أبويه، زوجته، أولاده. هؤلاء الناس أولى بعلمه وأولى بأخلاقه وسلوكه، لأن من المحال أن يكون بين الناس لطيفا جميلا هينا لينا سهلا ثم هو في داخل البيت عاقل أبويه أو قاسي على الزوجة أو لا يحسن إلى الأولاد في رعايتهم وتربيتهم والعناية بهم والاهتمام بهم. بل الأقربون أولى بالمعروف. ورب العزة سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واحد وأهليكم اثنين نارا وقودها الناس والحجارة. فالمؤمن يتحرك في هذه الدوائر الأربعة، الدائرة الأولى دائرة النفس، والدائرة الثانية دائرة الأسرة، الأسرة الصغيرة التي يعيش فيها أب أم زوجة أولاد، هذه الدائرة الثانية. والدائرة الثالثة هي دائرة العائلة، دائرة العائلة الكبيرة، الأقارب، كل هؤلاء مسؤولون منه. والدائرة الرابعة هي دائرة الأمة، كل المسلمين. فالمسلم يتحرك في هذه الدوائر، لكن بدءا من نفسه، ففاقد الشيء لا يعطيه. بارك الله فيك شيخ، وسعدنا بهذا الحديث الممتع عن هذا العالم الجليل. بارك الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون هذا زادا لنا في حياتنا. وبارك الله فيكم أيها المستمعون الكرام، وعلى موعد يتجدد معكم مع الأبرار، نلقاكم ونترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.